نفسكم طيب يعني؟ أول حاجة الحمد لله فرحان، أول حاجة للجمهور اللي ما خيبناش روح فرحان. الحمد لله الانتصار مهم في وقت مهم. أنا جايين مباريات مهمة ورا بعضهم، الله غالب خسرنا الجيم اللي فات، لا قدر الله كان عملنا خطوة خايبة اليوم ندخلوا في دوامة نتاع خساير. الحمد لله الانتصار في كلاسيكو جاي يقربنا من قوي من كوكب الطليعة. اللاعبين أداوا كويس، طبقوا تعليمات دفاعيا وهجوميا. توا وفي الماتش صحيح ربح كويس، نخموا في الجيم اللي بعده الأسبوع الجاي اللي هو في العراق، إن شاء الله نكونوا حاضرين 100% ونقتلعوا ترشح تاريخي لنادي الأهلي حلب للدور الثاني في بطولة وصل. ما شاء الله خلصنا مباراة الواحد اليوم، عندنا الأسبوع الجاي مباراة مع الفريق العراقي، شلون تجهيزات الفريق والمعنويات أكيد بعد الفوز اليوم على نادي الوحدة؟ معنويات والله عالية، في تدعيم طالع أجنبي كما تعرفوا، بيجي ماكس هو جاي من نادي الحرية، نلعبوا باثنين أجانب، يا ريت لو كان جاي عندي ثلاثة أجانب للجيم الجاي، يلا غالب المحترف الطويل البوسني راح على روحه، ان شاء الله نكونوا حاضرين وانا واثق في اللعيبه اللي باش يعملوا جيم كويس وان شاء الله نقتلعوا ورقه الترشح للدور الثاني. كوتش بعد رؤيه كوتش صفوان كره الدوري بشكل عام، وين بيشوف الفريق من نادي الاتحاد مع نهايه الدوري بغض النظر الاولى على عاطفي يعني؟ والله المستوى متقارب كثير ما بين الانديه، اللي باش يعمل الفارق راهو اخر الدوري، اللي الفريق اللي مشتغل على حاله اكثر والكيمستري اللي ما بين الوطنيين، خاصه انا ناكد على الوطنيين لما يكونوا كويسين الفريق يكون كويس. الحمد لله اليوم اشتغلنا، مازال عندنا اوبشن تاع لاعب اجنبي طويل ولا قصير نجموا نختاروه احنا والالتزامات معنا نتاع الفريق، وان شاء الله نختاروا الاختيار الكويس وان شاء الله نكونوا حاضرين في اخر الموسم. يعطيك العافيه ربي فضلك. مباراه كان كثير مهمه بالنسبه لنا معنويا، الحمد لله قدرنا نفوز، بس قبل المباراه اشتغلنا كثير على فريق الوحده، فريق مميز عنده عناصر مميزه وخاصه اللاعبين الاجنبيين، احنا عم نلعب اليوم باجنبي واحد بس ما شاء الله لاعبيتنا الوطنيين غطوا على كل الاجانب الموجودين، لعبنا بطريقه صح، لاعبتهم كان في عندهم ضياع شوي بوقت نحن بدلنا الديفنس، لعبنا اكثر من نوع ديفنس اليوم، الحمد لله ما قدروا يتفوقوا علينا من بدايه المباراه، ستيب باي ستيب نادي الاهلي حلب رح يظهر مرحله ورا مرحله، ما نريد نكون مثل هذيك السنه نطلع نتاهل واخر شيء نخسر. نحن عندنا لاعبين جداد، في كثير لعيبه تركوا الفريق هذيك السنه ولاعبين جداد، وعم نعزز صفوف الفريق بكذا لاعب، وان شاء الله هلا راح يكون في مرحله ثانيه، خاصه بعد يومين عندنا لعبه مع النفط، لازم نكون مركزين ان شاء الله بنتاهل، راح تكون هي اول مره لاهلي حلب راح يتاهل على الدور الثاني، مركزين على نقطة هو البطولة، بس هي قدامها كتير مطبات، جمهورنا الحبيب لازم يكون معنا على الحلوة والمرة مثل ما بقولوا، بس مطباتنا صعبة غير كل الأندية، أجانبنا ما توفقنا فيهم من الأول، إن شاء الله هلا راح الاختيار يكون صح للأجانب وإن شاء الله التوفيق لأهلي حلب. سؤال دائم، رأيك جمهور نادي الاتحاد اليوم؟ جمهور دائما عم بتفوق على حاله، اليوم كان مميز بمعنى ما يعني ما تركنا من اول المباراه، انسى ايش بصير على السوشيال ميديا، انسى لما بزعلوا، هذه من محبته اكيد، جمهورنا كثير محب وعاطفي، بس من محبته اكيد لاي لاعب ولاي كوتش، دائما بريدوا التفوق للاعبينهم وللكوتش تبعهم، فمشان هيك تكون شوي بريشر عليهم، لازم يعرف الانسان لما بيشتغل في نادي اهلي حلب راح يكون عليه بريشر ولازم يكون قد المسؤوليه ويتحمل كل شيء، لانه نحن اهلي حلب